صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1444 للهجرة وجاء في التعميم انه بمناسبه ذكرى عاشوراء لعام 1444 للهجره تعطل وزارات المملكه واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامه يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للثامن والتاسع من شهر اغسطس عام 2022 ميلاديه.